نغرق فهد. فهد 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 انت بخير؟ فهد فهد يا الله فهد 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 انت بخير؟ الحمد لله يا رب الحمد لله. مشكور سعيد مشكور. الاولاد كان بيغرق. الحمد لله ان فهد بخير. ما اعرف كيف ما انتبهنا له، كان جالس صوبنا. الحمد لله يا رب. نعيمه روح اجيبي عصير لسعيد. لا 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 شكرا، انتوا تعرفوا ابو فهد وحده في المحل ولازم اروح معاه. طيب يا سعيد الله معاك. يلا مع السلامه. مع السلامه. تعال فهد تعال تعال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا حميد هلا تفضل تفضل. حياك 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 يا قابر. حيا الله حميد حيا الله. كيف الحال والمال يا قابر؟ الأمور طيبة بس عاد عن الحسد يا حميد ولد المربوع. خلي عنك المحل انت الحين وخلي نروح نشرب لنا فنجان قهوة. تعرف المحل وما لازم أخليه وهذا اللي ما يتكل عليهم. أبوي خلي نروح، أنا أبو عاز منك ما أنت. والله المشاغل واجد بس تراني ما أبغى أردك. ان شاء الله حبيبتي. صح بخبرك، ايش رايك يوم واحده امر عندك بنروح السوق اللي جنب القلعه وبالمره ناخذ اغراض حال بنتك لانها قريب عرسها. ما شاء الله عاد خدتي الاغراض. يلا بالبركه بالبركه. اعرفك نعم هبت ريح. لا بس زي سويتي. ايوه خلي يعرف من ما اخذ. ايوه 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 مين بنتي ثريا؟ خليها على الله حبيبتي. قال طبيب وخطبها ورفضت، قالت ما ابغي. وقال مهندس وخطبها وقالت ما ابغي. ايش اسوي فيها؟ يلا على الله حبيبتي على الله. ان شاء الله الله يخليش حبيبتي. يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. شكرا. يا امي ما تعبتك اليوم من نفس الشريط اللي تعيدي تكلمي الناس عن المهندس وعن الدكتور وعن ما اعرف من؟ وينهم هذيلا؟ ما اشوفهم. سمحي ترى إذا حالي نصيب بيجيني لين عندي. يا بنتي بغيت أرفع من معنوياتك، كل أم تتمنى لبنتها الخير، ما تعلمي ربك كريم. Thank you.
اتفضل، هذا الشيك مال البناية اللي في السوق، تأكد منه. تمام مضبوط، أحسنت. تأكد؟ تمام. إنزين اسمعني عاد، سكان البناية يطالبوا بصيانة البناية ويقولوا إن عندهم تسربات كثيرة، وأنا عاد سويت حساباتي طلعت بيكلفنا تقريبا 1000 ريال. كم؟ 1000 ريال؟ هذا غير ضريبة العقود السنوية، عجبا إيش فايدتي؟ يا عزيزي يا عزيزي، ترى البناية قديمة ويحتاج لها صيانة. انت المهم خبر الحرمة، يمكن بتساعدهم شيء. اخبر من الحرمة؟ وايش دخل الحرمة؟ هذا حلال ولدي، وانا اللي احدد، وانا اللي اديره، خلها ترتاح في البيت، هذا حرمة ولازم تجلس في البيت. ابو يعتبرني ما قلت شيء، ما قلت شيء. المهم جيب عمولتي مال ذا الشهر، انا ما خذيتها ترى انا بعدني. زين عمولتي، عمولتي لك، خذ هذا عمولتك احسبها. ها هذا 100 ريال ولا 100 غيرها؟ انا اعطيك اياها بعدين. اشرب شاي، اشرب اشرب اشرب، خذ شرب شاي، اشرب انت، اشرب 200 ريال شراب انا اعطيك. اسف دقيت الباب وما حد سمع. ما سمعتك. طيب ما عليك، تفضل انت ما غريب. شكرا احسن. تفضل. ليش مستحي؟ نعيمة، انا ابغى اقول لك موضوع. ما وقت هالكلام الحين. متى وقته؟ انا اريد اخطبك رسمي. سعيد، قلت لك ما وقت هالكلام الحين. انت تعرف موثوق جابر ايش ممكن يسوي فينا؟ بيقتلنا ويقتلك. انا نيتي صادقة واريد ادخل البيت من بابه. عارفة، ممكن ترجع المحل؟ الزبائن ينتظروك. الله، ايش هذه الريحة الطيبة؟ هذه شجرة الكيدة، شجرة غنية. انا لما ازوجك راح ازرع البيت كله من شجرة الكيدة. سعيد، روح المحل، الزبائن ينتظروك. ان شاء الله، مع السلامة. مثل ما انتم شايفين هذا هو المحل، لين هنا لين هنا، محل كبير والسامان موجود. زين عاد ما ممكن تخفضنا شويه؟ تعرف احنا شباب وتوني باري على التجاره. افا افا عليك،
ما يهمك إن شاء الله. صدقوني أنا هذا المحل مخلف الشايب، ولولا إني باغى أروح أسافر وأدرس كان ما بعت، وما دام أنتوا الشاريين إن شاء الله ما بنختلف. زين أنا أقول لو نشوف المحل من الداخل وإن شاء الله خير. من عيوني من عيوني، والخير بوجوهكم إن شاء الله. بنشوف المحل وبنشوف المخزن اللي موجود في الخلف. زين تفضلوا تفضلوا. أحسنت تفضل. غايتي أروح، تأخر الوقت. الله يهديك يا نعيمة، رمسي معي شوي لغاية ما يوصل أخوك. ما يصير، لازم أروح، هناك أمي وأبوي، وتعرفين كي محتاجين نفس شيء. اللي يسمعك يقول لك ساكنة بآخر الدنيا، ما كأنه جدار بجدار. والله أنت ايش اللي جابك الحين في هذا الوقت؟ جاي تونسني جزاها الله خير، لانك تطلع من الصبح وترجع نص الليل. تريدين اودر شغلي واجلس اقابلك؟ على الاقل تجلس معنا وقت الليل. انا عندي جلسة عمل مع صديق حميد، تريدين ازعل حميد؟ لا طبعا، ما معقولة تزعل حميد. غنية انا استأذن، صبح على خير. وانت من اهل الخير يا نعيمة. زين اللي سويتيه، أمك وأبوك محتاجين لك جلسة معهم أكثر من غنية. من هذا اللي يفكر ينافسني بن؟ والله ما اعرف من هذول. لا شوف بعد كاتب كل شيء بريال وبريالين. الله اكبر، اخبرك؟ خلينا نشوفه. خلي خلي اهلا اهلا اهلا. تفضلوا تفضلوا. يا مرحبا يا مرحبا، تفضلوا. من سمح لكم تفتح محل هنا؟ من ومن انت عشان تسالنا؟ لا يكون بتش بلدي واحنا ما نعرفك. اكيد انه شكلكم ما من هذه الحاره. وايش يعني هذا؟ يفرق اذا كنا من هنا ولا ما من هنا؟ لا القصد يعني ما شاء الله يعني عليكم ما من هذه الحاره. صحيح نحن ما من علوه، لكن من نفس الولايه. أسألكم سؤال، تو أنتم ما شايفين محلاتي إنها قريبة منكم؟ لقيت فتحة هنا؟ شايفين فعليك فعليك، شايفين محلك بس بعد تراك حد ورزقه؟ ما علي يا جماعة ما علي، موفقين إن شاء الله موفقين. يلا قبل مشينا مشينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا عمتي. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تفضلي عمتي تفضلي استريحي. شو اخبارك عمتي؟ الحمد لله. كيفكم؟ فهد حبيبي مشتاقه. فهد لا والله كيف حالك؟
بخير؟ نعيمة وين عمي؟ توبي يجي راح يصلي. إذا أنا أروح أجيب القهوة. إلا لا صبري توبي يجي عمي شو مرة واحدة بنت قهوة أمي. تفضلي تفضل. الله يفضل عليك. بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل عمي تفضل استريح. لا 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 بجلس بحيد هنا. لا أنا أجلس بحيد أمي. يا الله. كيفك يا عمي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ كيف حالك أنت؟ الحمد لله طيبين. كيف صحتكم؟ الحمد لله. الأولاد بخير؟ الحمد لله. بارك الله فيك. الله يسلمك عمي. الله. يا مرحبا. الله يخليك. ما سلمت يا فهد؟ نعيمة. نعم. قومي روحي افتحي الباب. إن شاء الله. شخباركم بعد عمتي؟ الحمد لله أبوي كيف حالكم؟ الحمد لله مشتقى فهد ما يجي عندي هذا موجود فهد؟ السلام عليكم عليكم السلام أرباب موجود؟ موجود فقط يا صوت محبوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرباب أنا أريد أسافر ليش تريد تسافر يا محبوب؟ مدام أنا 5 شهر ما يستلم فلوس 5 شهر؟ وين يروح الفلوس يا جابر؟ شب شب انتي لا تدخلي تتدخل ونص يا جابر وين تروح كل الفلوس؟ ما يستاهل لو يستاهل كان اعطيته مستحقاته كل يوم احصله جالس في المزرعة ويوكل ذاك صحن دال ما منه فايدة أرباب أنا أكل دال بس انت أكل فلوس ما لنا محبوب جابر روح بعدين ليش ما تعطيه راتبه يا جابر؟ بعطيه عارفة نفس كلامك كالعادة بتقول لنا عيار ما عليه عيار عيار لكن هذا حقه ولازم ياخذه يا جابر وإيش مطلوب؟ محبوب ياخذ حقه ويتم هذا قدامي تعرفي اتمنى ان زفه الكذا باكر ما تفوتنا ما تخافي ان شاء الله بنحضرها بس انت ادعي لنا جابر ما يعرف ان شاء الله لان بصراحه اخوك اذا عرف مصيبه شكرا يلا بابا يلا شكلها مزود تخفيضات عليه خلا نشوفه نعيمة أهلين نعيمة أهلين ما عرفتيني ثريا أيوة ثريا هلا أخبارك الحمد لله طيبة كيف المحل ذا والله ما أعرف إيش أقول لك دخلوا داخل بروحكم تشوفوا كل شيء فيه رخيص ريال وريالين أنتوا دخلوا وشوفوا وحدكم مدام كذا السالفة يلا دخلنا خلا نشوف يلا مع السلامة Thank you.
لازم اخلي هذا المشروع يفشل. شوف محلي ما احد فيه وما فيه بضاعه، وهذا الغرب وخذوا كل شيء. هذا المحل بيتسكر يعني بيتسكر. انت ما واثق في افكاري ولا كيف؟ واثق واثق، بس بسرعه الله يخليه بسرعه، اريدهم يفشلوا ويحسوا بالندب وما ينافسوني مره ثانيه. هذا الموضوع يبغى له جلسه مع دله قهوه. سير داخل، عندي ضيف. خير مين قال؟ هذا جابر اللي اشتغل معاه. جابر ما خيره؟ ايه جابر ما خيره. سيري سيري داخل سيري وزعبينا القهوة. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل جابر تفضل. حياك حياك. الله يحييك يا حميد، نورت المكان. جزاك الله خير. انا ما راح يهدى لي بال غير ما تسكر محلات الشعله. كل شيء ويله حل، بس انت خلي الدله توصل وان شاء الله الافكار وحلها بتجي. با تعال شوي. ان شاء الله. اسمح لي. تعالي تعالي بنتي تعالي، ما حد غريب. تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا جابر، وخلي عنك التفكير، ترى كل شيء قابل للتغيير. صحيح، ما شاء الله ثريا كبرت. من زمان من زمان يا ولد الحلال، لكن تراك انت ما تزورنا وما نتلاقى انا وياك الا في القهوه ولا في الدكان بس. كلامك صحيح، الحين كل اللي عندك وصب لي قهوه الله يخليك. ان شاء الله ولا يهمك. تفضل. الحين اقدر اقول لك ايش نسوي. انا ما عارف ايش اللي شاغل لك بالك يا صديقي، تفكر كثير وسرحان، مع ان الغداء جاهز والوالدة مسوتنا، لكن ذي الايام انت ما طبيعي، يعني سرحان بعيد بعيد. وتحلم واجد يا صديقي تحلم. اذا ما بنحلم نموت من القهر، وانت تعرف جابر شهر يعطينا راتب وشهر ما يعطينا، كأن هذه الاموال من كدة، ما كأنها اموال غنية. انت تعرف هذه غنية انها ما اعطتنا توكيل لاموالها، يعني هذا هو الأول والأخير. ما أعطتنا توكيد؟ أنت من وين تجيب هذه السوالف؟ هذا السوالف كلها الناس تعرفها، لكن تراك أنت بغام ما تعرف شيء. Okay, then I know.
بيتي وطولي يلقي ذينا ينا انتظر شوي الحين بيخلص جابر احضر لك العشاء ما اريد شيء زين اجيب لك شيء تشربه قلت لك ما اريد شيء ايش فيك يا جابر ليش تكلمني بهذه الطريقه اوه هذا اصبحت ما عيشه اطلع وخلي لك البيت احنا منفصلين من زمان وانت عارفه يعني زواج بالاسم نعم زواج بالاسم هذا كلام جديد يا جابر اسمع احنا زواج على سنة الله ورسوله قدام الناس وبس ما يسد ان ادير اموالك واكبرها واكد في المحل ليل ونهار انا ما فاهمه شيء ترى بالنهايه هذه فلوسنا وفلوس ولدنا فهد ولدنا قصدك ولدك الابكم هذاك بعد تعتبريه ولد للاسف يا جابر للأسف ليش إن فهد أبكم تتبرى منه ولا حتى عندك إحساس بالأبوة تعرف يا جابر أنا الحين اللي ما أريدك طلقني يا جابر طلقني طلاق ما راح أطلقك أبدا راح أعيشك عيشة الذل والإهانة مثل ما أبوك عيشني فيها أنت الحين ليش تذكر مشاكل اللي كانت بينك وبين أبوي أنا يوم بغيتك خليته يوافق عليك ويا ليتني سمعت كلامه تتذكر لما كنت اشتغل بدكان أبوي وكنت حاول تكسب ودي لولا أنا تجارتكم ما أصبحت فوق أي تجارة اللي تتكلم عنها وأي تجارة اللي كبرتها روح شوف محلات الشعلة اللي الناس روح لها راحة رادة رفض يدك علي ولا والله أطردك من بيتي مثل الكلب اسمع يا حميد قهوتك اليوم علي ولا خليها بارد علي عقب هذا اليوم تاريخي واحنا لازم نعرخه تاريخي مو يعني تاريخي قصدي انتصارنا على محلات الشعلة لو مسمين عمرهم شعلة بعد وكي الشعلة واشتعلت بهم اسمع يا حميد خلينا من هذا الموضوع وانا بصراحه باغنك في موضوع ومستحي منك شويه افاك انا وياك اخوه تفضل ما يردك الا لسانك انا بغيت اخطب بنتك ثريا حالي ها هي باغا شامتك بصراحه انت فاجئتني يا اخي لكن اخبرك خليني اسال البنت وبرد عليك ان شاء الله خذ راحتك يا حميد خذ راحتك والمهر اللي تطلبه انا مستعد عليه لا وبعد شيء هدية خاصة حالك مني مو قلت صراحة انت تقدر وانا استاهل كيف ممكن أساعدكم؟ نحن أصحاب المخزن المسروق صالح
وشريكي سليمان. طيب تشكوا في احد ممكن يكون سرق المخزن؟ لا يا حضرة الضابط، ما نشك في احد. انتم مأمنين عليه؟ الحمد لله مأمنين على المخزن. الحمد لله. عموما احنا بنتابع التحقيق، واذا في اي مستجد في الموضوع راح نبلغكم ان شاء الله، وايضا من طرفكم اذا في عندكم اي مستجد بيساعدنا في التحقيق اتمنى تتواصلوا معنا. ان شاء الله. شرف الضابط. ان شاء الله. مشكور وما قصر. مشكور. حياكم. سليمان، لغاية ما تخلص إجراءات التأمين كيف راح نغطي النقص في المواد المسروقة؟ ما عندنا مبلغ. لا تخاف يا صالح، لا تخاف، مثل هذه الظروف أنا حاط مبلغ احتياطي. لا تخاف. يعني إن شاء الله المحل ما راح يتوقف؟ بإذن الله ما راح يتوقف، ما دامك إرادة والعزيمة موجودة بإذن الله راح يستمر. لا تخاف. الحمد لله. يلا خالد. أولست الكيدة. تعال قهوي بالاول بعدين روح اسقي الكيده وغيرها. الله يا نعيمه، لو تعرفي بس قيمه الكيده. حاشي هذه ما كيده عاد. احس نفس ولدي فهد. شوف الجماعة بعدهم ما سكروا محلهم. ما عليك منهم، هذا بقتلهم أغراض بسيطة باللي في المحل بس، أما اللي في المخازن صفيناها. متأكد أنكم صفيتوها؟ نعم إني متأكد. أقول هذاك ما جمع بخارك؟ ها؟ إيه هو؟ ها؟ آه. جمعان؟ جمعان؟ مو جابك هنا؟ ها؟ جاء شوف دكان جديد. جاء شوف دكان جديد. إذا شفتك مرة ثانية هنا أقطع راسك عن جسمك، سمعت؟ أنا والله ما سويت شيء، والله طالع من محلات الشعلة وتمسكني جاي بقى يقتلني. سمعوا لي زين، إذا أي حد منكم راح تشرب محلات الشعلة بكسر رجوله تكسير. ما كفاية أن الزباين اللي عندي كلهم تحولوا عنده، حتى العمال اللي انا مشغلهم معي يروح اتشرب معه. انتوا تجننوني ولا ايش؟ باي تجننوني. بتكون اورجواي وكرواتيا. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. تمام. اقول خديجه. ايوه. ثريا بنتنا قايلها خطيب. ها؟ صحيح؟ من هو؟ ومن حيانه؟ آه صبري شوية شوية، ما كله دفعة واحدة، أخاف تقيش القلطة وتروح فيها. هي تتمناني الموت علشان صفالك القو وتاخذ واحدة ثانية. أبوي أمزح معش أمزح معش، حوق عليك بمرة أنتي ما تصدق أحد يمزح معش مرة تلبقي. المهم خلينا اختلش الموضوع. جابر جاي يخطب بنتنا ثريا. ها؟ جابر جاي يخطب بنتنا ثريا. جابر اللي اشتغل انا عنده.
الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لك يا رب. الكيدة مكانها. الحلم، الحلم يا نعيمة اللي شفته أمس. وش شفتي؟ شفت إن زهرة الكذا حد قلعها. أبوي ما تخافي، زهرة الكذا مكانها، قبل شوي شايفتنها. ما أعرف، بس حاسة إن في شيء راح يصير. تفائلي بالخير، ترى هذا لمجرد أحلام. أتمنى. عندش خبر؟ مو هناك. والجارنا باغي يعرس وين؟ فيتزوج؟ ايه. والحليمة جاردش؟ ها زين والله زين، الله يتمم بخير. ايه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. همسات يتربي لكن الصغير يكبر. يلا مو تسوي دوك تقاوي. ها احسنت. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. وصلت بوا يا حي ومرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بصراحة بغيت أخبركم أني نويت أتزوج بتحميد المربوع. مو تقول يا جابر، ما سمعك. أقول ملكتي الأسبوع القادم بتزوج بتحميد المربوع. إيه وغنية. أنت تمزح يا أخوي، أنت متزوج. زين وش فيها؟ هذه ما فيها مزحة، الشرع حل الأربع أربع. بس غنية ما قصرت معك في شيء. بس أنت لا تدخلي في هذه الأمور. بس أنت خبرتها يا ولد غنية؟ بعدني ما خبرتها. ولا خبركم؟ خبروها عني، أنا مشغول بتجهيز الملكة والعرس، ما فاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ساكتين؟ عم ايش فيك؟ انا اخبرك، انا قررت اتزوج يا غنية. ايش قلت؟
ملكت الأسبوع القادم، سمعتي؟ طلقني ورد فلوسي. أطلقك؟ هذا حلم، وبعدين هذه فلوس ولدي. ولدك يا جابر؟ ثريا بنتي، مالك خير؟ أشوفك سرحانة؟ ما فيني شيء. لا يا بنتي، أنا حاسة إن فيكي شيء. معقولة في وحدة قرب عرسها وهي زعلانة كذي؟ أمي، يا أمي، أنا ما هي هذه الزوجة اللي كنت أتمناها. إذن إيش كنت تريدي؟ تريدي تتزوجي واحد فقير علشان ينغص عليك حياتك؟ بس يا أمي، الرجال كبير ومتزوج. انزين حبيبتي، انت ما اول واحدة ولا اخر واحدة تتزوج على شريكة. واذا زوجته سوت لي مشاكل؟ اصلا احنا شرطين عليه، هذيك تكون بيت بروحها وانتي راح تكوني في بيت ابوه، وهناك ما حد، اخته وامه وابوه، وبعدين اخته كلها سنة وسنتين راح تتزوج، يعني ما حد بيكون في البيت الا امه وابوه، هذيلك عاد رجولهم في القبر. اصلا بتكوني انتي الناهية والامرة في ذاك البيت. اطمني حبيبتي، اطمني. يلا حبيبتي خلى عنك ولا تجلسي تفكري، اطمني. روح جيبي العشاء ان شاء الله. خير؟ ايش صاير؟ احس ان صوتك متغير. والله ايش اقول لك يا سعيد. خير؟ ايش صاير؟ خبريني. جابر بيتزوج. والله سمعت، بس لما عرفنا من بيتزوج ما استغربنا. ايش تقصد؟ متزوج ثريا بنت صديق حميد المربوع. معقولة؟ هذه كانت زميلتي ايام الدراسة، بس ما كنت اعرف اسم ابوها. I'm not afraid.
جابر يتعلم درس من هالزواج. صدقت أن لما تزوجنها كانت تدرس معي. يعني اختار الصغيرة والحلوة بعد. إيش من الحلا فيها؟ أنت بنفسك شفتيها. من؟ أنا؟ تتذكري يوم رحنا لمحل الشعلة؟ لما سلمنا على ثريا وأمها؟ هذيك اللي فضلها جابر علي؟ يقول وين حريقه في مخازن الشعله اكيد الشعله وش تعلت بهم. عجب معقوله انا اخليكم تنافسوا شمقي جابر؟ نسيتوا اني انا جالس اخطط وارتب علشان يكون هذا الخير كله حالي أنا وأولادي؟ نعيمة، أحس من صوتك إنك حزينة. تعرف اللي سواه جابر في غنية ما شوية. والله عارف، بس الله يسامحه. المهم أنا قررت أفاتح أخوك بموضوعنا. إيش قلت؟ سعيد ما وقته. كل مرة بسبب خوفنا من أخوك نقول ما وقته. متى بيجي وقته؟ أنا أفضل أن نأجل الموضوع الحين لحد بعدين. يلا بقطع الحين. مع السلامة. تمام، مع السلامة يا نعيمة. صالح، نفس أعرف من هذا اللي واقفنا بالمرصاد، مرة يسرقوا ومرة يحرقوا بالمخزن. بيني وبينك يا سليمان، أنا شاك في حد. معقولة؟ من؟ أنا شاك في جابر وحميد. استغفر الله، استغفر الله يا صالح. لا 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 تخلي بليس يلعب براسك. احنا رايحين مركز الشرطة هناك بنعرف كل شيء. السؤال هذا صالح. يلا إن شاء الله خير. أعتقد أن هذه المرة الثانية اللي يصاب فيها مخزنكم بإضرار. تشكوا في أحد ممكن يكون وراء هذا التخريب؟ سيد الضابط، قبل استوت سرقة المخزن وبعدين الحريق، لكن بعدنا ما شاكين في حد لأن نحن شباب وتونا بادين في السوق. طيب أنتوا تحتفظوا بمواد قابلة للاشتعال في المخزن؟ ما أدري سيدي. لا. طيب أنا عندي مجموعة من الأسئلة وأتمنى تجاوبوني عليها، لأنها بالفعل راح توصلنا للجاني الحقيقي.
بالذات ان التقرير الاولي اللي قدام يقول ان الحريق بفعل فاعل. اللي تامر فيه صيغة حضري. بنت حلال توك كنتي على بالي. أريد أروح زفة الكيب، أتمنى أروحها ولو أني حاسة أني ما راح أشوفها مرة ثانية. تفائلي بالخير، أنا أتمنى أروح بعد. يلا عسى نروح مع بعض. تعرفي حاسة نفسي مهمومة. نعيمة أنت للحين صغيرة، إيش فيك من الهموم؟ سعيد يبغى يتقدم لي ويطلبيني من جابر. هذا خبر حلو، لكن جابر ما اعتقد يوافق. اسف على المقاطعة، كأنك مشغول. اجيب لك شاي او قهوة؟ هات من الاخر يا سعيد. بصراحة بغيت أقول لك موضوع يتعلق بي. قول عندك بسرعة، تعرف أني مشغول. بصراحة بغيت أخطب أختك نعيمة. أخر زمن أزوج أختي واحد فقير منتوب مثلك. فقير يا عمي؟ هو الفقر مو عيب يا عمي، مو عيب. طلع برا، برا طلع برا، برا برا شوفكم، برا برا. شوية شوية بنتي، شوية 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 شوية. أيوة زين حبيبتي. مالته والبنية تراها شوية شوية ما شلق فير فوق راسه. تعرفي حبيبتي هذه بنتي مولودها الأول، بنتي حامل وما أبغى يضرها شيء. ها حامل زين الحمد لله، بشارة زينة. أحسنتي عمتي، ما تقصري. ادعي لي ادعي لي عسى الولد يطلع بصحة وعافية. معلوم حبيبتي انه يطلع بصحة وعافية، مدام انتي امه على الاقل ما بيطلع ابكم ولا ما صاحي. ايش تقصدين؟ هذا اللي تقوله عنه معوق وابكم؟ انتي وبنتك تاكلي من خير امه يلي ما تستحي. يا ابوي يا غنية، شوية شوية ما قاصة الحرمة يا بنتي. تقصد ولا ما تقصد؟ انا طالعة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وين ثريا راحت؟ أظني راحت مع أمها البيت يا ولدي. غريبة، عجب ما خبرتني. زين يعني كذاكتو؟ جالسين لا شغل ولا مشغلة. تروم تسكت أنت؟ يوم لا على شغل جابر ما نبى. ثلاثة شهور ما عطينا راتب. أنا اللي غام مني بس هذيك المسكينة. هذيك المسكينة راح وظلمها، تزوج عليها، ومن تزوج بنت حميد المربوع. هذا حميد المربوع
هو اللي رافع خشم جابر. صحيح اني رافع خشمه صحيح، بس مو رايك صاحبي نروح المقهى ونريح؟ انت بس عليك تمشي معي. تبغانا نمشي ولا نركب؟ اما صحيح ان مقبوليتك زادت انت. انا مقبوليتي زادت؟ انت اللي عقلك زايد. اخر زمن عاد انت تقول حكم. خلا خلا قوم قوم مشغل بعض من حلقة. ابقاش اذا جا جابر الدخل الغرفه وما طلع منها لين ما اقول لك وحدي. بس يا ابوي اذا سالني ايش غنيه سوت ايش اقول له؟ قولي له انها سبتني وسبت اهلي وما خلت فيهم شيء بعد. ما عليش منها يا امي، هذه مخرفه. ابو جابر وامه ما كانوا موجودين؟ كانوا هناك، ونعيمه بعد كانت موجوده. بس جابر بيصدق بنتي انا. تفضل تفضل تفضل. ثريا جيت عندكم البيت؟ هي نعم جات البيت، بس شوية تعبانة متضايقة. خير؟ المهم الجنين اللي في طنها بخير؟ الحمد لله بخير، بس مثل ما خبرتك متضايقة شوية. خير، ايش اللي مضايقنا؟ هذه سوالف حريم وسوالف مشاركات. خديجة سرقي بين القهوة دي، سرقي بين القهوة ان شاء الله. تفضل تفضل تفضل. هذيلا ما هم أصحاب محلات الشعلة؟ قصدت الشعلة المحترقة؟ إيش رأيك نروح نجلس معهم؟ خلا روحنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استريحوا استريحوا تفضلوا معنا. أحسنتوا أحسنتوا. أنتوا ما تشتغلوا في المحلات اللي قريبة من محلنا؟ كنتوا؟ أيوة كنا. بعدين جابر طردنا. طردكم مرة واحدة؟ هو ما في عقد بينكم؟ أول مرة أسمع عن شيء اسمه عقد عمل. إيش هذا يا سعيد؟ أبوي جابر متحذر وما يبغى يخسر بيسة واحدة. الظاهر إن أنتوا ورايكم سالفة. خلونا نطلب شاهد. تفضلوا استريحوا استريحوا. تفضلوا تفضلوا. أخوك سبب في فراقنا. أخوي؟ وش صار؟ أخوك رفض زواجنا وقال إنه ما يزوج واحد فقير مثلي، وطردنا من المحل شهر طرد أنا وجمعان. فقير؟ وهو إيش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما تحاولي يا نعيمة، لا تحاولي توقفي في وجه أخوك جابر، لأنه ما سهل، وخاصة إن معه شمق حميد. أنا عارف أخوي زين، صحيح كل كلامك،
أتمنى لو كنت أقدر أخبر أبوي بالسالفة، بس أنت عارف كيف أخوي جابر متحكم ومتسلط، لو عرف إني سويت كذا بيقتلني. عارف عارف، واعذريني اعذريني إني ما قدرت أوفي بالوعد اللي كان بيننا، ومجبور أنسحب. معذور يا سعيد، الله يوفقك حياتك. أتمنى لك السعادة من كل قلبي. أنا الحين سويت كل شيء أمرتنا عليه بالتفصيل. زين سويت، وهذا الشيء من صالحك. أصلا الحريم يا حريم يبالي مسايسة ويبالي الكلمة الحلوة، وهن بدقيقة ينسجن كل شيء. بس إلى متى؟ إلى متى؟ أنا أخاف إن بنتك تزعل. خاوضوع بنتي خلي علي، ما يهمك أنت. المهم أنت خليك ورا غنية هذه إلين تكتب لك تنازل عن كل أملاكها. أنا هذا موضوع التنازل ما أعرف كيف أحصل عليه. يا عزيزي يا عزيزي، هذه حرمة. تعرف إيش يعني حرمة؟ يعني بنص عقل. أنت عن خليها تزيد عليك. أنا تبغى مني هذا عبوس مسعيد يجي يخطب أختي. سمحت أظن كان يخطب أختي، لكني طردت ما أظن يرجع مرة ثانية. سعيد هذا طماع طماع. وأختك يبالها واحد راهي. وهذا القهوة يا أبوي. بارك الله فيك يا بنتي. تفضل. الله يفضل. أبوي. نعم يا بنتي. أبغى أزور خالتي أسبوع. زين يا بنتي، أنا ما عندي مانع، بس خبر يا أخوش الكبير. خير إن شاء الله. أسمعك بالطريوني. خير يا ولدي، هذه أختك باي تصير بيت خالتها لمدة أسبوع. وليش هذه الأيام بالذات؟ ما تعرف أن زوجتي حامل وممكن تحتاج لك هذا الوقت؟ أمك موجودة يا ولدي، وزوجتك الثانية غنية بعد موجودة فيها الخير. زين بوديها، بس سمعي لا تكثري من الخرجات واجد. إن شاء الله. يلا يا ولدي أكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تأكل عشان تصير قوي. خلني أعطيك. يلا بسم الله. شاطر يا فهد. ما شاء الله ما شاء الله، جيت أنا في الوقت المناسب، وقت العشاء ما شاء الله. حاطين العشاء. كيف حالك يا ولدي يا فهد؟ إن شاء الله بخير. كل أتصير رجال مثلي وتكون تاجر باكر واشتري لك سيكل. زين تمام. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك نبيه. ما شاء الله عليك يا نعيمة، كل يوم تزداد جمال وحلاوة أكثر وسنك يصغر. يلا يا ولدي جلس معنا. جلس زين. يلا يا فهد روح ناكل. صحيح ان الواحد ما يرتاح الا في بيته. زين تذكرت ان بيتك وحلالك يا ابو فهد. الحمد لله ان ارتحت من ذاك بوسم سعيد. خير؟ ايش في سعيد؟ يقول انه باغي يخطب نعيمة. إنزين وين المشكلة؟ وكما تعرفي يا غنية إن نعيمة هي أختي الوحيدة وبعدها صغيرة، ولازم أخاف عليها وأختالها الإنسان اللي يناسبها. إنزين وإيش اللي يعيب سعيد؟ بصراحة سعيد هذا ما حد يعطيه ثقة أبدا، وبعدين ما هو الرجل المناسب اللي الواحد يفخر إنه يكون زوج أخته. والله ما قادر أصدق. آخ يا زمن كيف الأمور تنقلب.
غنية، رجعنا مرة ثانية. قبل شوية كنا حلوين. زين، بتخبر نعيمة؟ لا، هو أنا مجنون؟ اعتبرت الموضوع ولا كأنه صار أبدا، لأنه فعلا ما يستاهلها. وأنت أرجوك لا تجيبي لها طاري. مرة واحدة يا شباب رايح أتمشى وحصلت العامل محبوب وحميد. ما نقدر نعتمد على مجرد كلام، نحتاج أدلة ثانية. عموما احنا بنقوم بواجبنا وان شاء الله بنوصل للحقيقة. وحتى بعد ما خبرتك سالفة جمعة؟ جمعة يعتبر بمثابة المفتاح اللي بيوصلنا للجاني الحقيقي، لكن الى الان ما عدنا اي دليل قاطع على المتسبب بحادثة الحريق في مخزنكم. زين، حتى لو جبنا جمعة للمركز؟ ما نقدر نعتمد على مجرد كلام، نحتاج أدلة ثانية. عموما احنا بنقوم بواجبنا وان شاء الله بنوصل للحقيقة. مساك الله بالخير يا غنية. الله بالنور. فهد ولدنا نايم؟ ايوة. تفضل يا غنية، هذه هدية من معي حالك. تفضل. ما أريد هداياك. الحين تذكرت بعد ما تزوجت علي؟ الشيطان لعب بعقلي وزين لأمور وأمور. لكن إذا هذه الزيجة بتفرق بيننا يا غنية، أنا مستعد أتنازل عنها، أطلقها يا غنية. آه يا وجع صدري. سلامتك من الوجع يا غنية. انتبه انتبه انتبه، خلي بالك. ما تشوفوا انتم؟ ما تشوفوا قاموا قدام سيارات الناس؟ ناس عاطلين باطلين. ايوه عاطلين باطلين، احسن عن الشغل عند جابر. روح روح، توكل توكل، روح. تصدق انه كان بيدعمنا؟ خله خله يغيب، خله 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 خله. قهوة قهوة. أنا قهوة. والحين روينا وحدنا. مو سويت رانا. يلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أهلا والدي، كيف حالك؟ هلا أبوي. فهد كيف حالك؟ جلس جلس. شو بات قهوة بيقولنا شو؟ قهوة. أمي ما في البيت. هنا دولة أبوي يقول أوين أمه؟ ما في البيت. فين ساري؟ ما أعرف فين. خلا نسيب شوف. خلا يلا، خلا خلا يلا، خلا قوم حبيبي. يلا يلا خلا قتلنا قتلنا دي وراك. خلا أبو جابر سمع سمع. غريبة، أنا أول مرة أتصل بغنية وحصل تلفونها مسكر.
زين يمكن نايمة ولا شبكة، عادي حاولي معاها بعدين تعرفي. أنا وعدتها أني أرجع البيت عشان روح زفت الكيذة مع بعض. زفت الكيذة؟ صدقي دايما أسمع عن هذه الزفة بس ولا مرة حضرتها، أتمنى أحضرها. أنا بتصل بأخوي جابر. غريبة، حتى أخوي جابر أتصل فيه ما يرد. أنا لازم أرجع البيت، أخاف شي صاير معهم. ما عرفت إيش صاير في البلاد؟ خير جمعة إيش صاير؟ إيش صاير؟ غنية، غنية حرمة جابر مفقودة. أنت إيش تقول؟ أنت تخرف ولا إيش؟ أنا ما أخرف، كل الناس تتدور ومقلوبة البلاد فوق تحت. خل 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 خل. أنت اختلفت مع زوجتك غنية؟ لا، علاقتي بزوجتي غنية واجد زينة، حتى لما تزوجت الزوجة الثانية كانت موافقتها. طيب ما تعرف مكان ممكن تكون راحت له؟ للأسف لا. ما عندها أصدقاء، أهل، أقارب؟ غنية يتيمة ومقطوعة وما يلحق غيري. إن شاء الله بنحصلها، احنا بنقوم بإجراءاتنا وبنخليك في الصورة أول بأول. إن شاء الله. بصراحة أنا أشك إن جابر هو السبب في اختفاء غنية. جمعة تراني ما في بالي بحالك، وراسي هذا يعورني، تروم تسكت يا لبغام. هذا أنتو يعني لما واحد يبدأ يحلل الأمور ويحطها في مجراها الصحيح تقول عنه أنه بغام وما يفهم. بس أرجع وأقول لك يا صاحبي أن جابر هو السبب في اختفاء غنية. عاد لا تسألني كيف وليش، أنا وحدي بعرف. ما شاء الله علي. وبعد هناك في نظرية تدور في راسي ما راح أخبرك فيها إلا بعد ما توافق عليها. قول يا جمعة وخلصني، هلكنا تراك هلكنا. النظرية تقول إنه غنية يمكن شنقة عمرها. شنقة يا بنتي في ايش تفكرين؟ افكر في غنية وين راحت وليش للحين ما محصلينها. تغيب هذه قدر، انت المفروض انك تفرحي. لا يا أمي حرام، هل إنسانة طيبة؟ صحيح أني في البداية كرهتها بس طيبتها خلتني أستحي من اللي سويتها فيها. جلست ترس راس جابر بأقاويل وأكاذيب عنها ما لها أول ولا تالي. الأخ سعيد كان يشتغل مع جابر في المحل وطرده، وكان دائما يوصل الأغراض من المحل إلى البيت، وفي حكم هذا يا حضرة الضابط هو يعرف أهل البيت زين. سعيد تفضل. سعيد في عندي مجموعة أسئلة أتمنى أنك تجاوب عليها. تفضل يا حضرة. بما أنك تشتغل عن جابر وتروح كثير على بيته يعني أكيد تعرف أهل البيت. أكيد. ممتاز، إذا خبرني من أقرب واحد لغنية في بيتها. نعيمة أخت جابر. ممكن تخبرنا عنها أكثر؟ نعم راح أخبرك وبالتفصيل.
أبوي؟ نعم يا بنتي. وين تتوقع غنية راحت؟ الله العليم يا بنتي، جانا هذا الولد الصباح ودار سوينا الإشارات يسأل عن أمه، ما نعرف عنها أي شيء، وكل حاجياتها موجودة، من صيغتها، من ملابسها، من كل شيء، ما تغير حاجة، والله يعلم هين راحت. يا ترى انت وين يا غنية؟ السلام عليكم جابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأمور؟ الحمد لله. تفضل با. هذا تشيك مال الأجارات كلها أربعة. الفلوس كاملة مضبوطة. بس ما هذا الموضوع اللي شاغلني. خير؟ تعرف إن الشرطة بعدهم يحققوا في الموضوع، وجالسين يستقبلوا العائلة واحد ورا الثاني. يا أخي هذا طبيعي، طبيعي جدا. أنا افتكرتك أول تتكلم عن موضوع الحريق. ذكرتني ذيك اليوم شايفينهم يحموا وراء المخازن. لازم ناخذ حذرنا يا حميد، وخاصة أنت. لكن في شيء مهم لازم نتخلص منه، أخاف يفضحنا. قول بسرعة، إيش عندك؟ محبوب هذا المقروب لازم نسفره، وخصوصا صار لك أنت كم شهر ما معطينا رواتبه. يا أخي خاف يفتن علينا. صحيح إنه بلية، وبعطيه رواتبه، وفوق ان تذكره السفر يروح، لانه هو يعرف كل شيء عنه. ما ادري، يمكن غنية بخير، او يمكن طلعت من البيت زعلانه. لا لا، ما اظن غنية ما تسوي كذاك. انا اعرفها زين زين، كنت متفقه معها نروح زفة الكيدة، لكن وين زهرة الكيدة؟ ومن قلعها؟ يا ربي أنا أحلم ولا أشوف حقيقي؟ متى رسم المكان؟ فهد متى سوى ذي؟ معقولة؟ فات الطيارة؟ وين صار هذا البغام؟ أنا وحدي مستغرب، وهو وحيده فرحان وكان مستعجل يريد يسافر. حميد حاول تتصل فيه، يمكن راح هنا ولا هنا. اتصلت به لكن تلفونه مسكر. إذا لازم تروح تشوف الغرفة، يمكن يكون هناك مريض ولا في شيء. تصرف يا حميد تصرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبوي بروح أشوفه وأمري لله. يلا مع السلامة الحين. صالح لا تنسى تضغط على التسجيل. خلاص مرة مضبط. هذا حبوب اعترف. بابا أنا في نفر مسكين، أنا ما يسوي شيء، هذا كله أرباب حميد وأرباب جابر وفي يسوي هذا مشكل، أنا بس بيسوي شوية مساعدة. محبوب قول اللي تعرفه، ولا شايف هذا الخيسرانة بكسره في ظهرك. زين 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 زين، أنا في كلام أنا في كلام، أنا ما يسوي شيء، أنا والله نفر مسكين،
أنا ما يسوي شيء، كل مشكل أرباب جابر وأرباب حميد. بلغت عنه محبوب؟ بلغت عنه، لكني خايف من شيء واحد. إيش هو؟ أخاف لما الشرطة تمسكه بيتكلم عن الأولي والتالي. لا، ما أظني محبوب يسويها. أنا أشك وراء اختفاء محبوب، المسألة وراها إنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. أهلا وسهلا. ما شاء الله جالسين هنا. تغير جو، قلنا أنا وحميد نغير جو في هذا المقهى. صحيح، بالذات أنك تمر بظروف صعبة تحتاج راحة هذه الأيام. تفضل. جاي مع صديقي. حياك الله. حياك. تفضل حضرة الضابط. هذا اعتراف محبوب بالجريمتين اللي قام بها جابر وحميد. هذا جمعة. أيوة جمعة. إيش؟ محبوب هرب؟ زين، بنتصرف. ما من المفروض إن نخلي جمعة وحده عند محبوب؟ طيب، اهدأ واستريح. ما يصير يا حضرة الضابط، احنا تعبنا لحد ما نجيب هذا الدليل. تقدروا تروحوا الحين، عندنا واجب ونأديه، وأنا عرفت وين راح محبوب. علي 45 هذا من أول، أما من قبل لا، بعد ما إلى حين ما أعطاني إياه. صح هذا الكلام. ايه. آخر مرة قال لي أذكرك 45 مرة. أيوة. أما 35 ذاك من الشهر الماضي. أنت وحدك جايبني في التشيك. صح. تتذكر؟ أبيت أتذكر. وهذا بعد حساب قديم. هذا ذاك. أرباب محبوب. فين صرت؟ جبت النظاظ وحنا ندور عليك. نفر السعيد جمعة يشيل أنا مكان يربط 2 يوم، أنا ما في معلومة وش يسوي. ايش كان يريد منك؟ تكلم. هو يريد معلوم من يحرق الدكان، بعدين يريد معلوم بيبي مشان انت في موت ولا لا. ايش؟ وان شاء الله انك قتله مع كل شيء. لا ارباب، ما في كل شيء. لا، انت لازم نكرمك، لازم نخليك تاق على راسنا. انت لازم اكل زين، نوم زين، حياتك كلها لازم يصير زين. جمعة؟ وين راح محبوب؟ محبوب شرد يا صديقي شرد، بطل الحبل وخطأ في ارتوى. ايش اقول عنك تو؟ تو عاد محبوب الشرطة تدور عليه. انت دومك ذاك. الو؟ نعيمة؟ ايش؟ مكان كذا مرصوف؟ زين، يلا مع السلامة، انا مشغول الحين. مع بعض تشير مطار. احنا ما سوينا شيء، هذا العامل بحالي وانا حر فيه. ايش تريد تسوي فيه؟ مثل ما سويت مع زوجتك؟ أنا مظلوم، ما يسوي شيء. محبوب اسمعني زين، أريد أعرف القصة كلها من البداية. ما للمحل؟ وين راحت غنية؟
أنا ما يسوي شيء، هذا كله جابر. والله أنا أخوف، أنا أخوف جابر. هو يوم أنت تخاف من جابر، ليش ساعدته في قتل زوجته غنية؟ أرباب، أنا في خبر وش بيسوي جابر. أنا قلت لك استعمل معاها العيلة، ما قلت لك قتلها. هي اللي أجبرتنا أكون عليك. أنا حاولت أكون مثل ما خبرتني لي بمعنى أتملقنا، بس هي فهمتني وأجبرتني أن أكون معها عنيف لما طلبت منها تتنازل. وهذا النتيجة مثل ما تشوف. وحريق محلات الشعلة والسرقة، مين اللي سواها؟ كله سمسم، أرباب جابر وأرباب حميد، كله هو يسوي، أنا ما يسوي شيء. جابر، احكي لي بالضبط إيش اللي صار؟ راح أقول لك يا حضرة الضابط. راح أقول لك إيش اللي حصل وبالتفصيل. غنية، أنا أريدك في موضوع يخص الشغل والأموال والعقارات. أنت تعرفي إن في معاملات في الدوائر الحكومية محتاجة توكيل، والتوكيل اللي عندي محدود الصلاحية، يعني أريد منك توكيل شامل يا غنية. أنا أقول إن الهدية هذه وراها سالفة، معقولة جابر يجيب شيء بدون مقابل؟ أنت لا تفسر الأمور حسب رغبتك، الهدية شيء والشغل شيء آخر. توكيل شامل ما أعطيك، بالعكس التوكيل محدود اللي عندك ناوية ألغيه. كنت بالأول أريد توكيل شامل، الحين بتتنازل عن كل أملاكك غصبا عنك. أنت تحلم يا جابر. أنا ما أحلم يا غنية، بالزين ولا بالشين بتتنازلوا غصبا عنك. اللي في راسك تسوي بتوقعوا غصبا عنك. ما راح أوقع، خليك مثل الكلب. غنية، غنية قومي. أنا ما قصدي. غنية، غنية قومي، قومي يا غنية. غنية ساعدني، بساعدك يا غنية، بساعدك. بس وقعي لي يا غنية في هذا الوقت. وقعي لي، وقعي يا غنية، وقعي يا غنية. ما وقع بوديك المستشفى وبساعدك. وقعي يا غنية، بس وقعي، وقعي، وقعي. أيوة وقعي يا غنية، وقعي وبساعدك. أيوة شكرا يا غنية، الحين بساعدك يا غنية. بساعدك يا غنية، بساعدك يا غنية. وهذا كل اللي حصل. محبوب، خبرني وين مدفون الجثة؟ مني داخل تراب. مني مدفون. خذوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قادر أصدق عيوني. هل يسوي كذاك في زوجته؟ هذا ما إنسان، هذا شيطان.
ممكن لو سمحت أجي معكم المركز؟ لا يا الوالد، في عدنا مجموعة من الإجراءات نخلصها، وإذا احتجناك نستدعيك. شكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.